مساء الخير مشاهدي يوتي في حلقه جديده من برنامج هاتريك. ارحب بضيوفي في هذه الحلقه كل من الكابتن خلف كريم. اهلا وسهلا بك. حياك الله كابتن. وارحب ايضا بالكابتن رياض عبد العباس. اهلا وسهلا بك. انت اليوم ويا من جايب؟ جاي من الشرطاوي. وين لقيته؟ ايش اسوي غير انه مباراه الشرطه وباخت الكور لازم اجيبه وياي. لو تدري ايش قصار لي وشايف. انا دائما اجيب لك ناس انت ما شايفهم صار لك سنين. انا اشكرك. راح اقلب البرنامج. عزيز مسامح كريم. انا اشكرك هواي. الله يسلمك على الفرصه الطيبه اللي التقينا باستاذي وعزيزي. يعني خرج اجيال وانا واحد منهم الكابتن خلف حبيبي. ويمكن هاي الطله الاولى يمكن على القناه الكريمه. لا 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 ثاني وحده. يمكن ثاني وحده. اي بس بعيده ايه جدا. ايه لان انت ضدي دا تشتغل. اي انا ضدك. ضدك. يا ربي ان شاء الله تكون حلقه مميزه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نبدا الحلقه بابرز العناوين. رئيس اتحاد الكره عدنان درجال يؤكد على ضروره تهدئه الاجواء قبل مواجهه الاردن خلال لقائه مع روابط مشجعي المنتخب الوطني. الشرطة يسقط في فخ التعادل أمام باختكور الأوزبكي في كربلاء ويصعب مهمته الآسيوية. جماهير الشرطة تبدي انزعاجها من أداء الفريق وتطالب بتصحيح المسار في الجولات القادمة من البطولة الآسيوية. الليلة في هاتريك سنناقش القيثارة الخضراء تخفق في تحقيق أول انتصار آسيوي وسط مدرجات شبه خالية. اهلا بكم مشاهدينا. كانت هذه ابرز العناوين. قبل ادخل لمباراه الشرطه وباختكور بعض المتابعات المهمه خل ابديها باتحاد الكره. اليوم كان هناك اجتماع مع روابط المشجعين بالنسبه للمنتخب الوطني لروابط الانديه مع اتحاد الكره لتهدئه الاجواء قبل مباراه الاردن. الشحن الزائد مثل ما تكلمنا في حلقات سابقه وقلنا يمكن احنا من الناس اللي كنا قبل مباراة الأردن في كأس آسيا تكلمنا بأنه المنتخب وكذا وأنه خلص احنا رايحين وراح نفوز على الأردن على المنتخب الأردني وراح نتأهل وراح نوصل للنهائي. هذا ما ولد نوعا ما ارتياح لدى لاعبينا وثقة زائدة أعطيناهم، لكن حصل ما حصل في تلك المباراة الآن. ودخلنا يمكن بعض الجماهير دخلت في مهاترات أيضا مع جماهير المنتخب الأردني، فالآن الكل مطالب بتهدئة الأوضاع والتركيز على دعم المنتخب فقط للمرحلة القادمة. مباراتين مهمة مثل ما ذكرنا أمام المنتخب الأردني والمنتخب العماني، ومباراتين الست نقاط تقربنا بنسبة 90% أو 80% إلى نهائيات كأس العالم. يعني رح نتواجه إن شاء الله خلال هاي المباراتين ست نقاط. شيء جميل أنه أمام الأردن وعمان وبعدين عندك فترة 4 أشهر لحد شهر الثالثة أو شهرين أو ثلاثة تقريبا لحد المباراة القادمة أمام الكويت. فكل الأمور إن شاء الله تكون لمصلحة منتخبنا الوطني. شنو اللي دار في لقاء اليوم مع الكابتن عدنان درجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نشكر اتحاد كرة القدم برئاسة الكابتن عدنان درجال لدعوته لروابط الأندية. اليوم احنا طلعنا بحلول، يعني الحل الاول بانه مباراه الاردن نعتبرها مباراه يعني صح مهمه لمنتخبنا، لكن ما نشحن شحن زايد، ومباراه مهمه انه لازم ناخذ 3 نقاط على مود يعني نعد الجماهير نعد العده وان شاء الله التوفيق لمنتخبنا. والله يعني هواي امور اتفقنا عليها وان شاء الله الاتحاد راح يوفرهن، وان شاء الله الاتحاد والجماهير من اجل المنتخب الى كاس العالم. انتم شفتوا اللقاء، كان لقاء ودي وسولفنا على مبارياتنا الباقيه بكاس العالم، وبالخصوص مباراتنا مع المنتخب الاردني هي اقرب مباراه. هم فوز وخساره، اللي احنا اذا فاز الاردن راح يظل هو الاردن واحنا العراق، يعني يجي كاس عالم ثاني. كره قدم هي متنفس للشعوب، احنا جايين نتونى، احنا جايين نباوع كره قدم. فاللي اتمناه انه احنا حتى العدد مالتهم منزوده حتى يجون لنا ونقول لهم اهلا وسهلا بكم، هذا بلدكم واحنا اخوانكم، وهذه كرة قدم. الفوز وخسارة، فزتوا مبروك لكم،
والفزنا احنا مبروك انه. كان لقاء حبي ودي بين روابط الجماهير والاتحاد العراقي لكرة القدم، يحث الجماهير على اخراج مباراة العراق والاردن الى بر الامان، عدم شحن المباراة قبل مجيء المنتخب الاردني للبصره، ونتمنى التوفيق ان شاء الله منتخبنا الوطني. كذلك دار حديث حول الانديه وروابط الانديه. موضوع عدم الشحن مهم جدا، وواجبكم انتم يعني كجماهير مو فقط الاعلام. اكيد طبعا هذا شحن المباراه يؤثر بمردود سلبي على لاعبينا في بعض الاحيان طبعا، ومردود ايجابي للخصم، لان لاعبنا راح يدخل المباراه انه مشحون ومدفوع قبل المباراة، فلذلك راح يأثر مردود سلبي على الفريق. شكرا لكل المتحدثين. الكابتن عدنان درجال رئيس اتحاد الكرة يتحدث حول موضوع انه المنتخب الوطني وايضا المباراة القادمة امام المنتخب الاردني والعماني. نتابع. الحقيقة بحثنا موضوع في غاية الأهمية، هو كيفية الاستعداد لمباراتنا القادمة في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الأردني الشقيق، وحبيت أنه نتكلم بهذا الموضوع، وأنه ليعلم الجميع وليعلم كل أخواننا وأشقائنا في الأردن الحبيبة أنه هم راح يكونون بين أهلهم وناسهم وفي بلدهم الثاني العراق، وراح يكونون في استضافة أهلهم في العراق اللي دائما ما عودوا الجميع على الضيافة وكرم الضيافة وحسن استقبال الضيف، وبالتالي أتمنى من الجميع، هي مباراة كرة قدم راح تكون بين منتخبين، المنتخبين يستعدون للوصول إلى كأس العالم، خوض التصفيات والوصول إلى كأس العالم، وهو حق طبيعي للمنتخبين. لذلك أنا أعتقد هاي المباراة راح تكون مباراة كبيرة بكل شيء. في نهاية المباراة بالتأكيد كل منتخب يسعى للحصول على نقاط المباراة وتكملة المشوار، وبالتالي أنه راح نقول للفائز مبروك وللخاسر هارد لك أو لجود لك في حالة التعادل. على العموم إحنا بالنسبة لنا كعراقيين أنه إحنا بالتأكيد أنا أقول كل منتخب حريص على أنه يتأهل إلى نهاية كأس العالم، لكن الهدف الأكبر والأسمى هو تأهل أحد المنتخبات العربية في هذه البطولة إلى نهايات كأس العالم. بالتأكيد أنا وكل جماهير العراق حريصين على وصول منتخبنا بعد للمرة الثانية بعد تأهله في عام 86، لكن ليعلم الجميع أنه لا يمكن أن تخرج هذه المباراة عن نطاق الروح الرياضية العالية وعلى العلاقة المتميزة بين الشعبين والبلدين على جميع الأصعدة. بعدنا الطريق في بدايته، والعراق الآن والأردن وكوريا الجنوبية هي فرق بين الأول والثاني والثالث هي 3 نقاط، لذلك أنا أعتقد أن الكرة ما تزال في الملعب. الآن إحنا عندنا باقي 6 مباريات، هاي 6 مباريات إحنا على استعداد تام لخوض غمار التصفيات. بالتأكيد كنا حريصين أنه نقدم مباراة كبيرة أمام منتخب الكوري، وعلى الأقل أنه نخرج بنقطة في هذه المباراة، لكن قدر الله وما شاء فعل. أنا ما أحب أن أسمع أنه ثقة الجمهور العراقي تنفقد بمنتخبهم الوطني، منتخبهم الوطني ما يزال في صلب المنافسة وبحاجة ماسة إلى دعمهم وإسنادهم، ويجب علينا الابتعاد عن كل ما يعكر صفو استعدادات منتخب لهذه المباريات المهمة. احنا تنتظرنا مباراتين مهمة في الجولة القادمة، مباراة أمام المنتخب الأردني الشقيق ومباراة أيضا أمام منتخب العمان، وبالتالي علينا الاستعداد لها بشكل جيد من جميع الجوانب، وبالتالي اجتماعي ويا يعني وياكم ويا الأخوة في روابط المشجعين، وأيضا أنه الحديث مع اللاعبين ومع الكادر التدريبي ومع كل أوساط الكروية والمتابعة في البلد لأجل توفير أفضل سبل الإعداد لهذه المباريات. كاساس يمتلك ثقة كبيرة، وإحنا نمتلك ثقة كبيرة بأن منتخبنا إن شاء الله قادر في نهاية المطاف إن شاء الله سيتأهل إلى نهايات كأس العالم. لا هو بالعكس، هو أنا قلت لك كاساس يملك ثقة كبيرة، وإحنا ويا كاساس نملك ثقة كبيرة، وبالتالي أنا ما أريد أنه أتكلم بموضوع
أنه نتكلم بموضوع والله الناس فقدت الثقة من خلال مباراة. لازم يجب أن يعلم الجميع أن هناك 10 مباراة وماكو فريق راح يقدر يحصل على 30 نقطة في 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 هذه المباراة. لذلك سقف الطموح عالي صار بالنسبة لأبناء شعبنا ولجماهيرنا الرياضية. لكن ليعلم الجميع أنه إحنا نعمل بكل جهد وإخلاص، إحنا والكادر التدريبي واللاعبين، من أجل أنه تأهل المنتخب إلى نهاية كأس العالم، وهذا ما سيتحقق بإذن الله تعالى في نهاية المطاف. ونسعد نسعدكم ونسعد كل أبناء شعبنا بإذن الله تعالى. أيضا متابعة أخرى، غدا توك يستضيف فريق أهلي صنعاء اليمني على ملعبه. هذه المباراة هي ضمن بطولة كأس الخليج للأندية ودوري أبطال الخليج بهذه النسخة الجديدة اللي يشارك بها فريق دهوك بمواجهة فريق أهلي صنعاء اليمني على ملعب دهوك غدا. طبعا راح تكون مباراة مثيرة، أكيد الحضور الجماهيري راح يكون متواجد في مدرجات ملعب دهوك. كل التوفيق لفريق دهوك. مدرب فريق دهوك مسعود ميرال أكد بأنه هذه المباراة هي مهمة، مباراة طبعا اعتبرها أنه هي مناسبة كبيرة لدهوك وله شخصيا بأن يدرب فريق كرة القدم في نادي دهوك بهذه البطولة الخارجية. لا أعرف الكثير، أيضا تحدث بأنه لا أعرف الكثير عن منافسينا، لكن من يتوج بلقب الدوري المحلي فهو فريق صعب، فريقنا على أتم الجاهزية لهذه المباراة وليس لدينا لاعبين مصابين، أنا وضعت الخطة المناسبة وعلى اللاعبين تطبيقها في الملعب. هذه أبرز تصريحات مدرب فريق دهوك مسعود ميرال في هذه طبعا قبل يوم من المباراة. الحدث الأهم اليوم كان أيضا في دوري النخبة الآسيوي، الشرطة استضاف فريق باختكور الأوزبكي على ملعب كربلاء الدولي. هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. تفاصيل وقراءة في أوراق هذه المباراة، وبعدها راح أرجع لمحللي هاتريك مع حيدر محمد. بعد الخسارة أمام الهلال كان فريق الشرطة على موعد لتصحيح المسار، خاصة إنه لعب في ملعب كربلاء الدولي وبين جماهيره، لكن سير المباراة جاء عكس الأمنيات. شوط المباراة الأول سيطر عليه الحذر من الفريقين. الفريق الأوزبكي أكثر خطورة بتحركات لاعبيه، لكن صحوة مدافعي الشرطة كانت سدا منيعا أمام محاولات لاعبي باختكور. وقبل نهاية الشوط بدقائق اقترب أبناء القيثار من افتتاح التسجيل بكرتين، واحدة لداود وأخرى لميمي، لكن الشباك رفضت أن تهتز لينتهي الشوط الأول سلبياً. في الشوط الثاني دخل لاعبو الشرطة بحماس أكبر وكانوا الأقرب للتسجيل في أكثر من مناسبة، لكن سرعان ما عاد الأداء إلى وضعه الطبيعي من دون أي تغيير يذكر على مستوى النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف. وبهذا التعادل تعقدت مهمة القيثارة الخضراء في المجموعة، حيث أصبحت بحوزته نقطتان فقط من 3 مباريات. شكرا حيدر، وجدد ترحيب الكابتن خلف كريم والكابتن رياض عبد العباس، اهلا وسهلا بكم. خلي بدي اياك كابتن خلف، مباراة الشرطة اليوم تعادل سلبي بطعم الخسارة أم بطعم الفوز اليوم؟ لا أكيد بطعم الخسارة، لأنه هاي المباراة قد يكون الفريق باختكور الأوزبكي من أضعف الفرق بالمجموعة اللي تعداتها، احنا عندنا هي مقسمة غرب آسيا وشرق آسيا، كل فريق 12 فريق، من دول ال 12 يصعدون 8. هذا الفريق خسر مباراة الأولى مع الوصل،
وتعادل مع بيرسيبولوس واليوم على أرضنا. أنا كنت أتوقع أنه قسم من المباريات لفريق الشرطة ممكن أن يظفر بالنقاط الثلاث اللي واحدة من عتهن الفريق الأوزبكي اللي هو بختكور. اليوم إذا أجينا على أداء الفريق الشرطة، أنا متصوري فريق الشرطة كان اليوم لازم يأخذ نقاط المباراة. إذا رجعنا مثل ما ذكر حيدر بالتقرير، يمكن للغاية الدقيقة 40 اللعب متوازن. صح. جتنا فرصتين بالواحد وأربعين وبالخمسة وأربعين. كان ممكن من عتها نسجل. زين. جينا بالخمس دقائق الأولى بالشوط الثاني أيضا جتنا فرصتين حقيقية للتسجيل. يعني مجموع الفرص اللي كان ممكن أن يسجل من عتها فريق نادي الشرطة هي أربع فرص. أسهلها كرة ميمي اللي لعبها إلى المواس واللي صدها اللاعب الحارس بقدمه وأبعتها. الآن هذه نقاط المباراة اللي إحنا نتكلم عنها اليوم بحساب المباريات اليوم اللي لعبت. بالمناسبة باشرة كل عبتها يعني باشرة الغرافة وين وصل واستقلال طهران يلعب من عن النصر السعودي. صح. الآن الشرطة في هذه الحالة بالمركز التاسع بالنقطتين اللي عنده. أنا كنت يمكن وياك طلعت ببرنامج قلت أكو مباريات ممكن أن نفوز بها على أرضنا اللي هي بختكور، إذا أجانا الوصل ممكن نفوز على الوصل رغم قوة العين. واليوم العين قدم مباراة كبيرة أمام الفريق الهلال السعودي انتهت بخمسة بأربعة. بس العين هسه بالمركز الدعش بنقطة واحدة هسه الشرطة رغم أنه فارق الإمكانيات. أنا أتكلم على مستوى اللاعبين وكذا طبعًا يعني المحترفين طبعًا أنت تشوف اليوم العين جار الفريق الهلال خمسة أربعة. ستر الكابتن داود العين بطل واحدة بطل آسيا وعنده نقطة واحدة نقطة واحدة الشرطة. أنا مو جاي أدافع على فريق الشرطة لكن بالمجمل اليوم الشرطة هو اللي خسر هذه المباراة. أكيد اليوم مباراة هي المباراة بيده. يعني اليوم مباراة الشرطة مو مباراة الفريق الأوزبكي، مو بختكور ممكن ياخذ من عندنا النقطتين العفو، احنا خسرنا نقطتين بهاي المباراة. هاي شوف لو اليوم احنا عندنا منها هناك نقطة النصر. اليوم لو ماخذين ثلاث نقاط كان احنا أربعة كان يصير عندنا أربعة. يعني لو ماخذين ثلاث نقاط المباراة اليوم كان راحت الخامس كان وصلنا للمركز الخامس الرابع عمينا. لا الخامس فارق لنا اي فارق النصر اي جوز. كابتن رياض اهلا وسهلا بك. اليوم يعني حتى الاداء بالنسبه لفريق الشرطه يعني الكل كان متوقع انه هذه المباراه هي مباراه ثلاث نقاط، لكن ما ادري تسرع اللاعبين ضياع الفرص يعني كره من الكرات يمكن احمد باسل وقع قلبنا الحركات اللي يسوي احمد اخدود. بشكل عام المباراه اليوم انا شفتها كمباراه دوري عراقي دوري محلي ومباراه لا ترتقي الى بطوله اسيويه. اضيف الى ذلك اليوم كل من يفقه ويفهم في كره القدم اصبحت علم وتخطيط مسبق. هناك اهداف بعيده المدى، هناك اهداف قصيره المدى، هناك اهداف بطوله، هناك اهداف مباراه. نادي الشرطه اليوم كجهاز فني اللي هو يتحمل يعني الدرجه الاولى بمجرى المباريات الاداره في معزل توفر له كل شيء. اليوم شو تريد انت كجهاز فني؟ اكيد الثلاث نقاط، لان انت صح. اكو فرق، اكو جاب صار كبير بينك وبين الهلال، بعض الفرق الاهلي جده والعين جده. اذا اليوم نظام البطوله مصر. كمجموعه تتيح لك اليوم على القليل تحقق وتحصد نقاط وين؟ بأرضك. في ارضك. وكانت اليوم فرصه مواتيه لان تواجه فريق ضعيف جدا لا يمتلك إمكانيات المحترفين على مستوى محترف. الصربي لاعب عادي جدا وكبير في السن. أنت اليوم لعبت بطريقة 4-3-3 ما نجح وياك هذا الشكل وهذا الأسلوب. المفروض تغير الشوط الثاني 4-4-2 بمهاجمين صريحين. هو يقول أنا لعبت بثلاث مهاجمين صريحين بس بدنا نشوفه على أرض الواقع. فقط ميمي يعني بالأعلى، أما البقية المواس محمد داود أكثر من الوقت راجعين. أضف إلى ذلك أكو بطء بالتحضير. أنت أفضل ما عندك في نادي الشرطة هو الجناحين الظهيرين. زين انت ذولك كل ما يمسكون كره لو تلاحظ ماكو تحرك بالعمق. فهد اليوسف وخط الوسط بشكل كامل كله يستلم كره في ارض وملعب نادي الشرطه، ما راح يقلق زياده ودعم واسناد للهجوم. زين. وبالتالي اني مستغرب اليوم
خلينا نكون صريحين، نادي الشرطة بهذا الحجم الكبير تجيب لاعب بعمر 37 له هو أوروبي له هو، تعرف احنا دائما اللاعب الشرق الأوسط بعمر اكو افتراضي ينتهي بسبب التغذية بسبب الحياة عكس اللاعب الأوروبي. يعني الآن انت فهد يوسف لاعب كبير، لاعب يستلم دائما الكرة مو تحت الضغط، ما يزيد للأمام، دائما يأخذها من الدفاع، أفضل المحترفين. لا لا انت هاي وجهة نظر، أنا اللي أشوفه الآن أي لاعب الآن تجيبه متقاعد كبير يؤدي دوره، يستلم بدون ضغط ويسلم كرة، هذا يولد. أنا أقول لك مرات كل مباراة لها أدواتها، أنت بنظرك أفضل لاعب اليوم. لا مو عن المحللين، لا أنا أقول لك أنا اليوم اللي أشوفه أنت تحتاج فوز، تحتاج زخم هجومي، تحتاج مد هجومي، أنت في ملعبك وفي أرضك وأنت طالع من نتائج هي الحسنة الوحيدة، أنت مع النصر في أرضك، يعني لأن النصر أكو فارق، أما أنت تجي اليوم المفروض تحقق العلامة الكاملة بهذه الطريقة وبهذا الشكل. يعني حتى تصريح الأخ أحمد صلاح بعد المباراة يقول أني الفريق حصل على فرص كثيرة، لكن ما هي بالتحديد الفرصة الكبيرة والمؤثرة هي بالدقيقة 2 مال ميمي كانت سهلة، ودقيقة 40 بالشوط الأول اللي هي كان ممكن تصير. أما أنت تيجي اليوم بمستوى نادي الشرطة تقابل فريق ضعيف بهالشكل، أنت مكيف فرصتين أو ثلاثة، تقول أنا اليوم ظهرت بفرص كبيرة وضيعوا اللاعبين، وكأن رمى الكرة وين؟ في ملعب اللاعبين. أنا أقول لك وين المشكلة، الفريق والجهاز الفني دخل المباراة وهو في ضغط كبير من الجماهير من الإدارة، لأن حتى المدرب أحمد صلاح أنا شفته مضغوط بشكل، حتى ميمي اللي هو لاعب منتخب وطني أنت المفروض اليوم وكابتن فريق يكون كعبك أعلى من هذا المستوى، فرصة قد يحققها لاعب ناشئ أو لا، أنت أولا خبرته مكتملة الآن ميمي لاعب على مستوى. فأني بشكل مجمل الفريق غير مقنع، المباراة بشكل فني ضعيفة جدا، لا تليق ببطولة آسيا، بطولة أبطال وليس كأس الاتحاد، فبالتالي حتى يمكن ميمي يقول احنا نعوض بالمباراة القادمة، وين راح تعوض وفريق انت راح تقابل أهل جدة، فريق راقي ومو بأرضك، فالفريق يراد لمراجعة ويراد كرة القدم ما بيها شيء، ما بيها تعرفين. بس انت اليوم من تشوف شكل الفريق وبهذا الوضع لا ما يبشر، بس انا اقول لك انا مسجل يمي دقيقه 42 كان اكو هجمه خطره، هي دقيقه الفريق اللي قال الكابتن خلاص دقيقه 47 لا دقيقه 2 مال ميمي اللي لا حتى دقيقه 42 دقيقه 47 اللي وصلت الميمي بداخل منطقه الجزاء من دقيقه 47 كانت. المهم يعني هذا اوكي انتقل للكابتن خلف. كابتن خلف تكلم الكابتن رياض حول انه ما كانت مقنعه المباراه من الفريقين مو فقط من فريق لا الشرطه. لا احنا اذا تكلمنا على مشاركه فريق نادي الشرطه، نادي الشرطه اذا تذكر العام الماضي من دخل في بطوله الانديه العربيه العام اللي قبله اي قدموا مستوى، انا شفت المستوى اللي قدموه بطوله الانديه العربيه افضل بكثير من المستوى الحالي اللي موجود عليه الفريق، لانه البطوله انا بتصور ها كانت تجمع كابتن اي تجمع اي بس ما كانت تجمع اي بس الفرق اللي كانت موجوده فرق جدا جدا قوي. نعم. فمثل ما تفضل كابتن رياض اليوم انت من موجودين الفرق الاضعف بالمجموعه اللي راح تلاقيها، اقول اخذ الثلاث نقاط منها على باي بطريقه او باخرى، سواء لعبت ما لعبت قدمت مستوى ما قدمت مستوى، المهم أنا أسجل، المهم أنا طبعا المباراة مباراة هي قد تكون هي مباراة الهدف الواحد من تيجي على الفريق الأوزبكي، يعني يمكن بالشوط الأول خطر الفريق فريق الشرطة بكرة واحدة، أما عدا هذا ماكو، يعني فريق الأوزبكي مو ذلك الفريق اللي ممكن يهددك، يمكن احنا شفنا شغل قوي اليوم كتكتيك هم تعاملوا بانه يخرجون من نقطة. انا اقول لك بكل تأكيد هم الاوزبك بختكور الاوزبكي دخل المباراة يريد يطلع بنقطة ويرجع بكل تأكيد يقول لك انا طبعا هو بالمناسبة هاي لعبتي انه يلعب خارج ارضه، يعني بيرسبولس عادل واحد واحد متهم الشرطة مرات تجيك ثلاث مباريات يمكن مباراتين خارج ارضه، فهاي المباراة يقول لك انا اخذت نقطة من بيرسبولس خارج ارضه واليوم انا جاي لاجل النقطة، واذا اجت اجى هدف عن طريق الصربيا او عن طريق ذاك عمر الثاني
اوكي ليش لا، ممكن انا ممكن اكسب النقاط المباراه بهجمه مرتده. تكتيكيا هم كانوا جيدين جدا، ولهذا شوف النقطه اللي يتكلم عليها كابتن رياض، مرات احنا يقول لك صناعه اللعب في وسط الملعب، تعودنا بالدوري العراقي ما عندنا اللاعب اللي تعطيه كره ويروح للامام الصالح، فهو اما يلعب بالعرض او يرجع لي ورا، وهو حتى لانه لاعبين المهارين مش موجودين. لكن السؤال الاهم اللي يطرح نفسه، احنا من ندخل بهاي البطولات خاصه بالبطولات الاسيويه، اي مو المستوى الثاني، المستوى الاول، شنو اللي يريده؟ شنو هدفنا؟ اليوم فريقين بالسعوديه متصدرين بتسع نقاط كامله، تسع نقاط كامله الهلال والنصر، باكر يصير سبعه ويصير ثالث ويسد القطري. من تحس هاي الانديه مو تفكر شلون تنتقل للدور الثاني؟ هسه احنا هدفنا شنو؟ يريد فريق عراقي يجتاز المرحله الاولى، مشاركه مشرفه، هذا اللي اقوله، هذا اللي نعم. بينما احنا نقول لا، يعني مثلا محترماتي لكل الانديه اللي شارك بهاي البطوله، سواء هم اللي ياخذ نصب بطاقه ويلعب مباراه فاصله، انا اقول اوكي احنا الان نحقق بطوله الدوري ونحقق بطوله كاس، لكن مو عيننا فقط على الدوري، شو وقت تكون عيننا على اسيا؟ ايام زمان يذكر كابتن رياض، يعني من كان يروح نادي الرشيد ايام زمان، لا نروح لو ناخذ البطوله لو الا البطوله، يعني مو تقول راح ننتقل للدور الثاني. خوات عليهم ومره طلعت وياهم تذكر كابتن ايوه، كان حتى مشاركه الشرطه والزوراق كانت مشرفه. طبعا مش اقول لك اليوم احنا شو نريد؟ مو هدفنا فقط انه نريد ننتقل للمرحله الثانيه، ايش وقت تطلعاتنا تصير اكبر؟ هسه ايش راح اقول لك؟ لو تسال كثير من الاخوان بالادارات الانديه، وقبل ما كان اكو لاعبين محترفين، ماكو محترفين لاعبين، وتقول له تقول له انت ايش تفضل؟ يقول لك لا خلي انا افضل الدوري، اترك هاي ان شاء الله ما اريد ناخذ الدوري وما في. انا باعتقادي يعني هذا تصور يعني، بس هو كابتن اليوم انا هسه هو تكلم بنقطه جدا مهمه كابتن رياض، قال اليوم تحس انه مباراه هي بالدوري المحلي، يعني مو انه تحس انه مباراه اللي في دوري النخبه الاسيوي. بس انا بتصوري اليوم بعلي حتى اكون منصف، الشرطه مو تقول ما ادوا، يعني فريق لعب، لكن شو يحتاج مثل ما كابتن رياض اليوم اكو من تنتهي المباراه بهذا الشكل لازم اسوي شيء، يعني المباراه هاي يعني لازم اخذها بطريقه او باخرى، صح؟ هذه تعتمد عليه، ما تعتمد على روحيه اللاعب اللي بالملعب، النقاط مالتي لازم اجيبها، يعني هذا التحفيز وهذا الشد والجمهور كله بحيث يكون عامل يعني عكسي على الفريق الاخر، هاي ردود الفعل. شوف راح اقول لك شغله، اليوم معظم لاعبين حتى المنتخب الوطني ردود افعالنا واحنا محتاجين المباراه هذه ما موجود، يعني رده الفعل بكسب المباراه الروحيه ما موجوده لا بالانديه ولا موجوده للاسف بالمنتخب الوطني. كابتن رياض انا اكيد يعني هسه الكابتن هو وضحها، لا واضح، بس انا خلينا نقول انه ليش اليوم هو يعني ليش يتحمل المدرب وليش تحمل الاداره توفر للمدرب، المدرب يختار افضل ادواته في المباراه اذا هم اللاعبين ما كانوا في يومهم اليوم. شوف اخ داوود، انا المدرب بالعكس اتمنى له الموفقيه، شاب يعني الرجل مجتهد بصراحه احمد صلاح وعقليه جيده، لكن احس ما مركز. شلون ما مركز؟ شوف عكس المدرب المقابله، الرجل اول ما بدا بخمسة ثلاثة اثنين كان واقعي، يقول لك انا مثل ما قال كابتن خلف احصل النقطه، اشوف شنو مبادره نادي الشرطه، هجوميه، شنو وضعه، شو يريد يلعب. لكن من شاف نادي الشرطه يعني اداء الهجومي ضعيف، اطرافه ضعيفه، اللعب على الاجنحه ماكو، وبالتالي غير اسلوب الفريق بالشوط الثاني، انه راد فعلا يعني ممكن يحقق نقاط الثلاثه، خاصة انه هو يملك يقول لك يعني فرصة، لان ما شاف الامامه خصم قوي، هويته واضحة، كعبة عالي، لا فريق عادي وضعيف، وحتى اليوم التحضير وبناء الهجمة بطيء جدا، يعني انت وصلت مراحل منتهية من الوقت وهو يحضر ببطء، يعني انت اليوم لازم كانت تحقق ثلاث نقاط حتى تشكل اكو فارق عندك، مثل ما يمكن كابتن خلف يعني
حكيتها حتى قبل المباراة، قلت هو نادي شرطة مشاركته شريد يحقق بطل؟ لا، صعب جدا. صعب. في ظل الفرق، الجانب السعر التسويقي عند بعض الفرق، عقد لاعب يوازي ميزانية نادي الشرطة اللي هو أغنى نادي عندنا بالعراق، الدوري كله، كل فرق الدوري، سياسة هاي الأندية وصلوا مرحلة أعلى. إذا إحنا اليوم ما نبحث عن تحقيق البطولة، لأن أكو معطيات تقول لك لا. اليوم على القليل أقول نكون قريبين من هاي الفرق بالتسلسل، لأن من المعيب يكون تسلسلك بعيد وانت وياك فرق قد تكون قريبة منك. وقلت لك عامل الأرض مهمة جدا، خاصة أكو فرق ما لعبة بالعراق عندها توجس، هاي أول مرة وجماهير من تحضر بهالشكل هذا، على الرغم أني هم عتبي على الجمهور. أنا هذا اللي أريد أسألك اليوم، الجمهور مو يعني بالمستوى، فاجأت بصراحة، قد يكون نتيجة الهلال أثرت، وقع بضلالة على الفريق ما نعرف. لكن هذا ما يخالف أنا عذر عن جمهور الشرطة، كلش أصدقائي وحتى الزوراء والجوية والطلبة يعني، بس أنا عتبي على رابطة الشرطة المحترمة والإخوان، يعني حيدر نادر ساعدي الولد البقية، كان المفروض اليوم أكو دعم وتحفيز لل 100%. أنا اللي قريته بصراحة، أنا ما خابرت ولا اتصلت، لكن أنا اللي قريته قالوا أنه الإدارة لغت أنه حافلات وايد. طيب الإدارة لغت، بس أنا هذا فريقي وكربلاء قد تبعد ساعة، ساعة ونص، مو بعيدة، مو ساعة ونص ساعة. إذا أنت لو تشوف الآن يعني هذا وعتبي اليوم، أنا كلش انقهرت وتألمت، لأن الشرطة هذا ممثل الكرة العراقية، حزبي أنفسنا ممثل الكرة العراقية. على العكس، من يمكن آخر دقائق شفنا مباراة الهلال والوصل، اللي إحنا كابتن خلف اشتغل بالإمارات وأنا فترة بقطر، مؤشر على الجماهير الخليجية دائما ما تحضر. اليوم أنت شفت المباراة سواء مليان الفريقين، الإمار موجود، إذا بغض النظر، إذا أنت إحنا جمهورنا كلش يعني تواق للمباريات، لحضور المباريات، اليوم ما شفته بهالمستوى. أنا أقول لك فريق نادي الشرطة عند الكثير، فريق نادي الشرطة يعني يجب أن يظهر بمستوى أكثر من هذا. أنا ما أعرف شنو اللي يصير بالداخل حتى نرجم بالغيب واللوم، لا لا لا، بس أنا بشكل عام الجهاز الفني يتحمل جزء كبير بالتعامل بالمباراة بين الشوطين. يعني يجب يصير عنده في التغيير، أكو حلول عنده أنه حتى يحسم بها المباراة. زين ست طيب انا حقرا الرساله، ست اسيا والله دزت رساله تقول مرحبا ابو مريم، ست اسيا كمان سلمنا عليها، تقول مرحبا ابو مريم، هاي ها بول القراءه، اوكي راحت موني القيثار حقها والله، حقها وهي شرطاويه ويعني اليوم قديمه من كنا لاعبين هي، اي طبعا خطيئه يعني، انا الله يساعدها، انا اسف ستاتي كاتبه لي مو القراءه. طيب يلا انا راح ارد عليه، يلا اليوم قهرتي انا راح اقلها، لانه اليوم كان ممكن تطلعون فرحانين فايزين والله. انا بصراحه كابتن انا اول ما شفت المباراه اول بالبدايه وميمي قلت يا الله لا اليوم، اليوم اثنين بالذات يعني، اليوم اثنين كنا رايدين نقول بس واحد وناخذ بيه نقاط المباراه. انت تكلمت على موضوع مهم تو كابتن رياض، كيفية الإعداد لهذه المباراة اليوم، مسألة الترحال جمهور نادي الشرطة، سواء الإدارة طلعت باصات أو لا أنا أقول جمهور الشرطة الوفي مثل ما قال كابتن رياض، هي شو هي كربلاء زيارة وتزيارة، هم أشوف المباراة وهم أروح أزور، هاي واحدة. الشغلة الثانية أنا أقول مو فقط، لأنه اليوم من يلعب فريق نادي الشرطة في هذه البطولة، المن يمثل مو يمثل النادي بس، هو يمثل الكرة العراقية، فكان الأولى ببقية الجماهير، الأولى بروابط الأندية الأخرى، من اللي يتحرك عليه؟ تتحرك عليها رابطة نادي الشرطة، أنتوا أخواننا جماعة الطلبة جوية الزوراء، اليوم كلكم أنتوا مدعوين للحضور، لأنه اليوم إحنا مو نمثل نادي الشرطة، احنا نمثل الوطن باكمله. فانا هذه نقطه تؤخذ عليها، من انا راح اقول لك اياها وخلي يسامحون الاخوان، هذه تحسب على روابط الجماهير. انا اقول هاي الحاله اذا مر بها الجويه كل الانديه تكون مع الجويه، لازم تكون اذا تمر تروح للطلبه كل
تكون مع الطلبة هي وبقية طبعاً وبقية أنا ما أريد وإحنا معروفين ملاعبنا إيه؟ ملاعبنا معروفة وأنا ما أريد أنا ما أريد أستثني حتى روابط الأندية الأندية المحافظات اللي هم أعدادهم هائلة جداً يعني اليوم موج أكو رابطة بكربلاء بالنجف روابط كبيرة لا أكون اليوم فريق الشرطة مثل الوطن يعني اليوم لو الملعب انقبض اليوم لا شرطة فايز كابتن خلف هذا وين يذكرني وانت يمكن تتذكرها نادر رشيد ما عنده جمهور يذكر تماما من لعبنا ضد السد في ملعب الشعب احنا تفاجئنا جماهير حاضرة تشجعنا بحيث اول ثلث ساعة والسد في اوجع ثلاثة مسجلين عليهم لان ما مصدقين عندنا جمهور صار ومليان الملعب هذا وين يجي نتيجة الشعور بالمسؤولية احنا نمثل العراق كنا والى الان نادي الشرطة يمثل ممثل الوطن والجوية باشر اذا لعب ممثل الوطن وتوك كذلك احنا يجب اكو سناد ودعم بس انا اليوم تفاجأت شو الملعب ماكو اجمل منه توقيت المباراة جميل جدا يعني الاجواء لحارة انا مستغرب يعني هاي عطافة خطير يعني كلام الكابتن جدا يعني عين الصواب اي فريق اليوم والله اي فريق يشارك الجوية شارك الشرطة الزوراء الطلبة بقية الأندية لازم تدعم هذا لا هذا خلص انت تتنافس وياي تنافس وياي بالدوري المحلي انت بمدرجك انا بمدرجي ما يخالف مو خلص صير بيناتنا انه شعارات هتافات لكن بحدود الرياضة لكن انا من تكون اليوم انا ممثل للبلد لا انتم لازم كلكم توقفون وياي انتم اخوتي لازم توقفون وياي صح انت هذا اللي تتوقف اكو رسالة الان كل الجمهور نادي الشرطة زعلانين على نتيجة المباراة الإدارة زعلانة اللاعبين زعلانين المدرب ما مقتنع بالنتيجة حكي كثير من خلال الفيسبوك والتعليقات كثيرة وهذه مشكلة أنا أقول وهي أوجهها رسالة لإدارة نادي الشرطة في هذا الظرف من يصير كلام كثير لا تفلشون بيتكم تأخذوا القرار صح يعني مو لحظة عاطفية أنا أقول عليها تتخذ القرار المو صحيح يعني شو تقصد ما تعرف يمكن باكر الضغط اللي يتولد على المدرب على الكابتن أحمد صلاح اللي يقدم ربما يخليه يقول لك راح أقدم استقالة أو تفكر الإدارة نتيجة ضغط الجمهور بإقالة مثلا الكادر التدريبي وإحنا على أبواب شنو وفريق مصدرين فريق اليوم عندنا دوري إحنا هذا الأسبوع نلعب دوري الخميس يوم الخميس يبدأ عندنا دوري فأقول هاي النتيجة هي رسالتي إلى الإدارة احتوا النتيجة الكادر التدريبي اللاعبين حتى الجماهير لا كرة القدم كل شيء فيه اليوم لو الفارق الجول لو مسجلين فريق نادي الشرطة لا كان هذا القيل والقال كله ما موجود وإحنا من أروع ما يمكن وهذه كرة القدم يعني أنت شديد تسوي أحيانا تروح هسه مو إحنا رحنا أربع مرات خلينا نقول ما سجلنا مرات أنت تروح 10 مرات وأنت ما تسجل وبالنتيجة تطلع خسران أنا راح شوية أعرج على مباراتنا المنتخب الوطني ما كنت وياك مباراة انت ويا فلسطين لعبنا شوط بالشوط الثاني الشوط الاول سجلنا حاله نفسيه كل اللاعبين يفكروا شلون نحافظ على نتيجه المباراه ما قدمنا بالشوط الثاني بس طلعنا بثلاث نقاط اخذنا 3 نقاط من اجينا مع الفريق الكوري لو انا وياك كابتن رياض من 100 ايش قد تبطي الفوز للفريق الكوري على ارضه تقول 70% 60% مو هيك كابتن رياض صح التعادل تطيع بين 25 إلى 30% أو ممكن 10-15% إحنا نفوز مو الآن لا قدمنا مباراة بس راحت النقاط من عندنا أيهما الأفضل تكسب النقاط لو تكسب المستوى تكسب النقاط ولهذا شوف هسه إحنا كل إحنا زعلانين على مباراة كوريا وجعلنا من عتفت مشكلة في حين أنا ما شفتها مشكلة مشكلتنا تدري وين نقاط اللي فقدناها هو فريق الكويت هاي النقطتين لو عدنا اليوم احنا عدنا 9 نقاط احنا فارقين ولهذا من الطبيعي أن تفوز على الكويت بس مو من الطبيعي أن تفوز على الفريق الكوري في كوريا الجنوبية قدمنا مباراة أنا أقول ولا أروع سجلنا هدفين بالفريق الكوري لكن شنو الفائدة خسرنا المباراة كنا الأقرب أنه ناخذ نقطة
يعني ارتكبنا اخطاء، انا اقول اخطاء ساذجه في خط الدفاع كلفتنا المباراه. طيب خلينا نرجع رايح العالم، زين نسيناها شويه، رجعتنا لي كابتن رجع لي. لا لا نبغى عليه داود نربط لا زين بس خلي تصريحات الجماهير موجوده، مو ردود افعال جماهير الشرطه بعد نهايه مباراه باختكور، شنو اللي قالت؟ خلينا نتابع. فهاي اللعبه ما جمهور والاراضي وبلدنا نقدم مباراه مصر، هم بطل دوري وبطل الكاس فيقدمون مباراه رائعه، فهي فقط ثلاث نقاط، ما يصير هذا اللعب. هذا اللعب كل الفريق ما قدم بروحيه قتاليه في الملعب، وانا مسؤول عن كلامي. اللاعب ده ياخذ وده يقدم، ليش ما يقدم؟ هذا المباراه التعادل بطعم الخساره، فان شاء الله هو عنده نقطه، فيجب ان ثلاث نقاط يضيق حتى يصير اربع نقاط. ويعني هي المفروض جمهورك بملعبك ياخذ ثلاث نقاط حتى تصير عنده اربع نقاط، والاداء كان مو ذاك الاداء القوي، والشرطه سورت نفسه توريطه قويه، لان نقطتين صعبه عليه من ثلاث لعبات، صار عنده نقطتين وخسارتين وتعادل، وعنده ويا لعبه ويا العين، وعنده ويا النصر بعد، وعنده ويا الهلال، لا اداء مو ذاك الاداء للشرطه. السبب يعني اول شيء توقف مال الدوري مال كاس العالم، وثاني شيء يعني المدرب يعني ما اعرف ايش به، وميمي يعني احنا كنا معولين عليه بعد ايمن يعني اذا انصاب بدنا نشوف بالمنتخب ايمن من يصاب المعادنا مهاجم، اي مهند ما ادري ايش به، يعني نقول هارت لك للشرطه والله كريم ان شاء الله. النتيجه طبيعيه نظرا للظروف اللي يمر بها الفريق والحاله اللي خلقها احمد صلاح بالفريق، مش شنيج حتى مع الجمهور علاقتهم غير طيبه، وفريق يلعب كره مشتته، وشوف الفريق كله هوسه، يعني مو هاي الشرطه اللي كانوا يا مؤمن سليمان يلعب لمسه وباص وفريق كان يونس. الصراحه وضعيه الفريق تعبانه والجمهور كله ما مرتاح، وكل الجمهور الان يعني زعلان على الفريق. ان شاء الله نتمنى بقيه التصفيات يكمل، بس احمد صلاح ما يخدمنا وما يقدر يكمل ويانا، الجمهور كله زعلان عليك احمد صلاح. شكرا لكل المتحدثين. كابتن الشرطه بعد عده يعني مباريات القادمه امام اهلي جده، امام الاستقلال، يعني كره قدم هاي، ليش انه احنا نيأس؟ لا هو اكيد لا يأس الان، انت بعدك بدايه المشوار، اكو عندك مباريات كثيره، لكن اليوم بالامور الواقعيه هناك تنتظرك مباريات كبيره وقويه مع فرق اقوى من باختكور الاوزبكي بشكل كبير جدا يعني، وبالتالي اليوم عندك معادله واضحه، يعني خب مو انت تجي تأدي هذا الاداء. وانا اشوف اصبحنا اليوم اكو ثقافات حتى عالميه، الجمهور دائما يريد المتعه ويريد الاثاره، خاصه تشوف هذا اليوم يروح الملعب يدفع تذكره بعد ماكو لاعب يشتت كره، والكره دائما برا وما يقدم مباراه. اليوم اكو وصلوا مرحله فرق خاصه في اوروبا تنظر لهذا الموضوع، يقول لك الجمهور لابد نمتعه، ما نضيع عليه وقت، احنا مال والله نجي بهذا المستوى، حق الجمهور مرات ما يحضر. اني اليوم كمعني ومشاهد قليل مشاهده للدوري العراقي، لان ما اتمتع، اروح اشاهد الدوري الانجليزي، اريد هذا الوقت ما اضيعه، احنا في زمن الوقت اصبح ثمين، فاني اقول الاداء مهم. في زمن ما كنا يعني الجمهور من يحضر لا روابط لا غيرها، تسمع بس صوت الجماهير قايمه قاعده، شنو هجمات متتاليه، تحس الجمهور متمتع. يعني الان ترى الجمهور بدا من لا شيء يخلق شيء بالملعب، هاي الروابط والاهازيج وهو ماكو شيء، اللعبه ميته، واليوم تسمع الجمهور انا اقول علي من دا يشجع، فقام يخلق شيء من لا شيء، عكس قبل ماكو هذا الديق، بس الجمهور قايم قاعد من الهجمات، من اللعب اللي اكو تنافس بين اي فريق بالدوري كان العراق، الصناعه والشرطه تلقاها مباريات يعني ممتعه، بها نجوم بها اداء. اليوم اني اخ داوود اقول الدوري العراقي هو جزء هذا الاداء اللي يشوفه بنادي الشرطه، دوري هذا مستواه،
وحتى المنتخب، شوف المنتخب الوطني اليوم لولا اللاعبين اللي اجوا من برا متأسسين بإيقاع وأداء وثقافة نوم، وترى أداء المنتخب نوعا ما ذولا حسنوه. أما تجي ما شفناه بالمنتخب الأولمبي، لأن المعظم الأغلبية من دور المحلي لعب بطيء يعني بائس بصراحة. إحنا دورينا لا يزال فنيا ضعيف، أما ديكور لا بدأ بشكل حلو كذا، يعني ساهم الأخ عدنان أو الاتحاد يقول بشكل عام ديكور، أما فنيا لا يزال ضعيف ويرادع. بعد بداية أنا أقول لك يرادع علاجات قوية. ليش قبل جيد؟ أقول لك وكابتن خلف أستاذ الجميع. همين إذا تجيب ثلاث أربع محترفين، أربع محترفين يشيلون لك فريق. لا مو هذا. مبالغ عالية. لا ذاك الوقت شوف دوري قوي. ميهم. بس إحنا قبل ولا محترف وأقوى من هذا الدوري. أنا ليش؟ كابتن أكو محترفين ترى 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 ب5000 دولار. أنا أقول لك. ب5000 دولار. أصلاً أنا أسأل سؤال. لا والله أكو بخمسة. اليوم أنا أقول. الأداء أو الواجبات أو ما قدمه فهد اليوسف ما يقدمه لاعب محلي؟ هذا حاسب عليه لاعب محترف مع جل احترامي إله، لاعب عادي جدا. أكو لاعبين على وجهة نظرك، بس هو من اللاعبين مو أنا اللي أقول، أنا أشوفه يقول لك من اللاعبين المؤثرين في الشرطة. أنا قاعد أشوفه مستوى، يعني إحنا دائما شوف تجيب لك محترف لازم يكون أداء مميز، كون اللاعب المحلي يستفاد منه، مو أنا جايب لي محترف مستوى قد يكون أقل من عندك لاعبين موجودين هم محليين وعراقيين يقدمون أكثر منه، شنو الفائدة منه؟ أنا هذا اللي أقوله. أكو نقطة مهمة جدا، أنت اليوم ما عندك لاعبين متأسسين من الفئات العمرية، هاي مشكلتنا ترى الحقيقية. ولهذا دا أقول لك دورينا ديكور لكن فنيا ضعيف جدا وإلى أسباب كثيرة. كابتن أبو عبد الله تفضل. روح سولف ويانا. يلا يلا مواني. انا جايب مباريات شرطه عند اهلي جده، واهلي جده بالجوله الرابعه، الجوله الخامسه يعني اهلي جده راح يستضيف الشرطه، وبالجوله الخامسه الشرطه الوصل 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 بالضبط الوصل يوم 26 يوم 26 ويوم 14 ويا اهلي جده خارج ارض وراها نروح مرتين الايران، بيت روح الايران استقلال وبيرس وننهيها ويا العين ملعبنا ملعبنا يعني هاي المباراة المباراة صعبة يعني الصعوبة. أنا ليش قلت ليش قدموا مال المباراة؟ كابتن رياض أقول لك شيء واحد، خلينا نسولف على الدوري العراقي وهاي المتعة اللي أنت تدور عليها اللي كانت موجودة واليوم هي مفقودة. لو حطوك مركز المسؤولية قالوا لك كابتن أنت المسؤول، لا ما يصير، وريت كرة ممتعة ما يصير باعتبارك لجنة فنية، لجنة فنية رئيس نادي مدرب، روح دور على اللاعب المهاري اللي في وسط الملعب عند القدرة أن يلعب كرة قدم للأمام، ما يلعبها لا للخلف ولا بالعرض. روح جيب أربعة لاعبين وسط وحط لك مهاجم، حط لك أمو مو ستة مسموح يلعبون خمسة، إذا ما عندك ليبرو جيب لك ليبرو، ولا البقية جيبهم كلهم بالنص. لأنه اليوم ليش إحنا كرتنا مملة؟ وخلي كل الأخوة يسمعون، مملة لاعبين الوسط مملليننا كرة القدم، لأنه تطيل كرة يرجعها عليك أنت تقدفها يرجع لي وراء، أطيك وتطيني أطيك وتطيني ويلعب بالعرض. أوكي لو إذا مو بالعرض يرجعها للحارس بالمناسبة، دير بالك والله تمش. إذا إيش وقت نلعب كرة كرة إنتاجية، كرة ملذة ممتعة إليك نفسك أنت كلاعب وللجمهور يريد يتمتع، يعني من نبني هجمة للأمام ويتحرك كل الفريق بأكمله، هذه مدينة القاهرة للأسف. اليوم إحنا كلنا، أنا مرة حكيت حكاية قلت مجيد أبو بكر من إجى من الميناء إلى هذا اليوم هو أفضل لاعب بالدوري العراقي ما عندنا غير. صح إي ولا لا؟ شو تقولت؟ وجهة نظرك كابتن، ما أقدر كل سنة راح نختار أفضل لاعب بالدوري ماكو ما دي يجوز شنو عبد المجيد أبو بكر؟ ما دي يجي يعني ما دي يجيك اللاعب، يعني هاي إدارات الأندية بلجان الفنية باختياراتها، يعني ما دي وين اللاعب الزين اللي يجي يعمل الفارق بالدوري العراقي؟ ماكو. احنا متكلم على مسألة التسويق والقيمة الشرائية للاعبين وأسعار الأندية، تقول لا الفارق كبير مثل ما أنت تفضلته بالبداية، قد يكون عقد واحد يعادل كل فلوس الدوري العراقي. نيمار يمكن تلم لاعبي الدوري المحترفين والدوري الممتاز والدوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة والفئات العمرية
وحتى رواتب اللاعبين المحترفين اللي خارج العراق هم ما يوصل المبلغ. وياها فلوس الاتحاد. وياها فلوس ميزانية الاتحاد واللجنة الأولمبية هم ما يوصل المبلغ. فارق لا مو اكو فارق. فارق كبير. اكو أندية الآن تعاني صار لهم شهرين حتى المنحل 4 مليار. البارحة كان ضيفي رئيس نادي النجف. هو قال لليوم. هو هاي النجف دريد أقول لك أنا ما شفته بس عندي تواصل ناس وياهم قالوا لا فلوس المطار اللي هو مليون دولار يطوق صار 3 سنوات بالضبط ولا 4 مليار. زين حتى المدرب كابتن حيدر نجم يقول لي من أريد أحاسب لاعب يقول لي صار لك شهرين ما مطيني شيء شلون تحاسبني أنت. فعندنا خلل هذا دوري النجوم تروح تستجدي اي مو خطايا البارحه قال لي يعني احنا شلون نطور اللعبه شلون نطور الدوري الكابتن. ولهذا دا يروحون يجيبوا لي محترفين يعني على مستوى يعني والله عيب. مو ما يخالف كابتن انا وياهم انا مالهم انا بهالحاله مالهم بس انا اقول لك شغله الفريق اللي ما عنده امكانيه لا اخي لا تجيب دوري لا تجيب مو شرط الا تجيب لاعب محترف بالضبط مو شرط مو شرط ولا يثقل كاهلك ولا يثقل كاهلك ولا هو ينزل لي الدوري بالضبط يعني بشكله اصلا عود اي تجربه سنه من السنين زمان حسن احمد تحياتنا له خاضها وين نادي النفط قالوا ما قالوا ما اريد كان خلي العب بالمحل ولعب وطلع ثاني وطلع ثالث وطلع رابع بطوله العربي لعب وقدم وفاز على الصفاقه زين شكرا لك كابتن رياض انا اشكرك اليوم التقينا يعني خاصه مع الكابتن خلفان اشكرك ويا رب تتجدد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك كابتن رياض شكرا لك كابتن خلف انت دائما القعده وياك الاسبوع الجاي ما اجيب لك ضيف هم ما شايفه صار لك 15 سنه ليش ما تجيب الناس كمال ضيفة في اليوم انا قلت قلها من اسيخ وجلاله تبدا ست اسيا انت ضيفة الكابتن ان شاء الله نحدد في اليوم ان شاء الله شكرا جزيلا لك كابتن شكرا لك كابتن رياض شكرا لكم مشاهدينا نلتقيكم ان شاء الله باكر حلقه جديده الى اللقاء